رفع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي علم الدولة أمام مبنى ديوان ولي العهد تزامنا مع الاحتفال بيوم العلم الذي يوافق الثالث من شهر نوفمبر من كل عام. وأكد سموه أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية نحتفي بها بكل فخر واعتزاز باعتباره رمزا لتلاحمنا وتكاتفنا ووحدتنا. وقال سموه إن مسيرة الخير التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه تمضي بقوة وثبات إلى المستقبل المشرق بفضل حكمة القيادة الرشيدة وجهودها المباركة لرفعة الوطن وشعبه. وأضاف سموه علمنا سيبقى شامخا مرفوعا يشهد على منجزات الآباء المؤسسين في بناء وطن موحد يواصل تقدمه نحو تحقيق تطلعات وطموحات أبنائه. وجرت مراسم رفع العلم التي تخللها عزف السلام الوطني.